السلام عليكم طلاب الصف الرابع العلمي. نأخذ مجموعة من التمارين على موضوع مرافقات الأعداد وصيغ مختلفة بالنسبة للأسئلة، حتى الطالب يتعرف على كيفية ربط هذا الموضوع مع المواضيع السابقة. في هذا المثال الأول عندنا قيمة x تساوي أن جذر التكعيب العدد 2 زائد 1، وقيمة y تساوي أن هذا المقدار الثاني. أثبت أن x في y تساوي أن 3. ربط هذا الموضوع مع المواضيع السابقة وكيفية تطبيق قواعد هذا الموضوع. بما أن المقدار الأول معلوم والمقدار الثاني معلوم وحاصل ضربهم يساوي 3، إذا نتأكد من أن حاصل الضرب يجب أن يعطينا نفس هذا الناتج. قواعد الحل: صيغة الأسئلة أثبت أن أو برهن أن نأخذ هنا الطرف ونحقق الطرف الثاني، فرح يكون هنا الحل بالنسبة لنا الطرف الأيسر. فرح يصير الحل بالنسبة للسؤال الأول بالشكل التالي: left hand side يساوي قيمة الأكس أعوض عنها، إذا طالب هنا أقدر أكتب x في y، والكتابات بالعربي للتوضيح أريد أشير في إشارة بسيطة، هذا مثل عندنا الطرف الأيسر، بعدها عملية تعويض، أرفع المتغير حرف الاكس أخلي مكانه قيمة العددية، يساوي الناتج الجذر التكعيبي للعدد 2 زائدا 1 مضروب في القوس الثاني اللي هو قيمة الواي الجذر التكعيبي للعدد 4 ناقصا الجذر التكعيبي للعدد 2 زائدا 1. أكثر المدارس يكتب الطرف الأيسر هنا ويجاوب بالإنجليزي، هذا جوابكم صيغة خاطئة. الطرف الأيسر تعريفات بالجانب ملاحظات، هذا هو الطرف الأيسر left hand side xy، وأطبق عليه القواعد. الملاحظة الثانية عمليات التحليل وقواعد الموضوع، راح يصير عندنا الجذر التكعيبي للاثنين زائدا 1 مضروب في الجذر التكعيبي للاثنين تربيع، تحليل معناه، ناقصا الجذر التكعيبي للعدد 2 زائدا 1. اذا الخطوه الثانيه هي عمليات التحليل بالنسبه لعدد تحليل الاعداد. بعد توزيعيه الضرب عندما نضرب هذا الناتج بهذا الشكل، العدد 1 في هذا الناتج بهذه الصورة، أحصل الجزء التالي. خلنا نوضح هذه الصورة بعملية الضرب. الجذر التكعيبي للعدد 2 في الجذر التكعيبي العدد 2 تربيع، صار الجذر التكعيبي للعدد 2 في 4 8 بهذا الشكل. هنا موجب في السالب سالب، الجذر التكعيبي للعدد 2 في الجذر التكعيبي للعدد 2 صار الجذر التكعيبي للعدد 4 بهذا الترتيب. أيضا هذا العدد في 1 صار عندنا زائدا 1 في الجذر التكعيبي للعدد 2، 1 في الجذر التكعيبي للعدد 4 صار زائدا 1 في الجذر التكعيبي للعدد 2 تربيع، رجع الأصل اللي هي الأربعة. 1 في الجزء الثاني موجب في السالب سالب، في الجذر التكعيبي للعدد 2 موجب في الموجب موجب 1 بهذا الترتيب. عندنا حذف هنا من الحدود المتشابهة ويساوي الناتج الجذر التكعيبي للعدد 8 و 2 زائدا 1 ويساوي لنا 3. عمليات هنا فتح الأقواس، بهذا الشكل. بعدها عمليات حذف تبسيط هذا الناتج، بسطنا كان الناتج صحيح يساوي 3 ويساوي لنا right hand side، ويساوي لنا right hand side. هذا الحل المثال وقواعد الموضوع موجودة بالجانب بهذا الترتيب. إذا ظهرت فكرة هنا، فكرة عملية التحليل، هاي الإشارة اللي أريد أوضحها في هذا الموضوع. ننتقل للمثال الثاني. المثال الثاني هذا المثال، جد ناتج ما يأتي بحيث يكون المقام عددا نسبي. لاحظ هنا جذر تربيع العدد 2 ناقص 1 عدد مكون من جزئين، إذا هنا نحتاج مرافقات الأعداد. راح يكون الحل بالشكل التالي، الحل السؤال الناتج يساوي 1 على جذر 2 ناقصا 1 مرافقه جذر 2 زائدا 1 على جذر 2 زائدا 1، بعكس الإشارة بين جزئي العدد الموجود في المقام، زائدا
واحد على جذر 3 زائد جذر 2 مرافق المقام هو جذر 3 ناقصا جذر 2 على جذر 3 ناقصا جذر 2 بعكس الإشارة بينهما. الحد الثالث زائد خط كسر 1 على 2 زائد جذر 3 مرافق هذا العدد هو 2 ناقصا جذر 3 على 2 ناقصا جذر 3 عامل منسب. إذن استخدمت عامل منسب، عامل منسب أو مرافق العدد. عمليات الضرب والتبسيط بهذا الشكل، البسط في البسط، المقام في المقام، راح الناتج يساوي خط كسر واحد في هذا المقدار يصير جذر 2 زائدا 1. في المقام جذر 2 في جذر 2 يصير 2 بدون جذر ناقصا 1. المقدار الثاني واحد في جذر 3 ناقص جذر 2 يصير جذر 3 ناقصا جذر 2. جذر 3 في جذر 3 يصير 3 بدون جذر، الموجب في السالب سالب، جذر 2 في جذر 2 2 بدون جذر. المقدار الثالث 2 ناقصا جذر 3 مضروبة في 1، 2 في 2 4، جذر 3 في جذر 3 3 بدون جذر. عمليات التبسيط باستخدام خواص مرافقات الأعداد أو خواص الجذر الأعدادان المترافقان. بعدها أبسط الناتج أكثر، يصير جذر 2 زائدا 1 على 1 زائد المقدار الثاني جذر 3 ناقصا جذر 2 على 1 أيضا. المقدار الثالث 2 ناقصا جذر 3 على 1 بهذا الشكل. أصبح المقام عدد نسبي لكن الناتج يحتاج إلى تبسيط. الناتج النهائي يساوي جذر 2 زائدا 1 زائدا جذر 3 ناقصا جذر 2 زائدا 2 ناقصا جذر 3. نبحث عن الحدود المتشابهة في هذا الجزء. عندنا جذر 3 مرة موجب، عندنا مرة سالب حذف، عندنا سالب جذر 2 مع موجب جذر 2، وعندنا هنا عندنا العدد 2 وعندنا هنا العدد 1 يساوي لنا 3. إذا الناتج يتبسط بهذا الشكل باستخدام فكرة الحذف. هذا بالنسبة للجزء الثاني استخدمنا به شنو؟ العامل المنسب. إذا صار عندنا عامل منسب وصار عندنا عمليات التحليل. ننتقل إلى المثال رقم 3 في هذه المجموعة ونشوف أي طريق أسهل بالنسبة لحل المثال. الطالب هو راح يحدد من البداية ما هو الطريق السهل. إجا الطالب لهذا المثال، أثبت أن الناتج يساوي صفر. مشابه للمثال السابق، هنا أيضا مقدار مكون من جزئين، من جزئين أيضا، لكن هذا المثال مكون من 3 أجزاء، 1 2 3. إذا هنا إذا استخدمنا فكرة العامل المنسب راح يكون السؤال مطول جدا ويحتاج وقت أكثر، احتمال يأخذ كل كتابة السبورة. بس إذا استخدمنا فكرة التحليل بالشكل التالي بعد ترتيب الأعداد راح نحصل شيء آخر. إذا في البداية عملية الترتيب. صيغة السؤال أيضا، اثبت أن راح يكون العمل مالنا فقط في طرف واحد من أطراف السؤال، راح يكون الجواب مالنا الطرف الأيسر. الحل SOL left hand side يساوي في البسط عندنا سالب 15، بالمقام عندنا الإكس، أي ترتيب السؤال، زائدا جذر الإكس ناقصا 6 زائدا 3 على جذر الإكس ناقصا 2 ناقصا 3 على جذر الإكس زائدا 3. إذا عملية ترتيب وراها عملية تحليل. طالب يسأل وين التحليل؟ راح نوضح التحليل بالشكل التالي. الناتج يساوي سالب 15، هذا المقدار مكون من 3 حدود يتحلل بالتجربة أقواس 2، خواص الجذور الإكس جاي من جذر الإكس في جذر الإكس، العدد 6 وأريد من الفرق يطلع 1 يصير 3 ب 2، للأكبر موجب للأصغر سالب. أصبح هذا المقدار بالتحليل مشابه للمقدارين الثانيين. إذن في الحالة ما رح نحتاج عامل منسب. زائدا 3 على جذر 2 ناقصا جذر الإكس
ناقصا 2 ناقصا 3 على جذر الاكس زائدا 3. هنا الناتج توحيد المقامات، توحيد المقامات مضاعفنا المشترك هو جذر 3، جذر الاكس زائدا 3 مضروبة في جذر الاكس ناقصا 2. اقسم على المقام بها 1، الواحد يضرب في البسط يصير سالب 15. أقسم إذن القوسين على هذا المقام، يقعدني القوس الثاني اللي هو إكس جذر إكس زائد 3 مضروب في 3، 3 في جذر الإكس زائد 3. أقسم هذا القوسين على هذا المقدار، خلنا بقي الباقي حتى الطالب يشوفه، اللي هو جذر الإكس زائد 3 يضرب في هذا المقدار. هنا عندنا الواحد أيضا يضرب بهذا الشكل، هنا نحصل جذر الإكس ناقصا 2 يضرب في البسط ناقصا 3 في جذر الاكس ناقصا 2. توحيد المقامات، توحيد المقامات بالنسبة للكسور، توحيد المقامات. بعدها فتح الأقواس وجمع جبري للحدود المتشابهة، سالب 15 3 جذر الاكس 3 في 3 9 توزيعية الضرب ناقصا 3 جذر الاكس سالب في السالب موجب 3 في 2 6. بالمقام يبقى المقدار نفسه، جذر الاكس زائدا 3 مضروبة في جذر الاكس ناقصا 2. بعد كل عملية فتح أقواس جمع جبري للحدود المتشابهة، لاحظوا يا احنا عندنا حذف وعندنا جبر، حاصل جمع عددين موجبين هو عدد موجب، لاحظ سالب 15 عندنا موجب 9 وموجب 6، الناتج يساوي لنا صفر. صفر تقسيم مقدار آخر يساوي الناتج صفر. راقب الناتج أيضا يساوي صفر ويساوي لنا right hand side، وهذا هو الحل الأقصر والأفضل بالنسبة للسؤال. طالب آخر، يمكن أن نترك هذا المثال مثلا ونأخذ عامل منسب هنا في هذا الجزء، هذه المواضيع تخص مواضيع الصف السادس. إذا صارت عندنا ملاحظة، متى نستخدم التحليل؟ متى نستخدم العامل المنسب بالنسبة لهذه المواضيع؟ مع طول هاي الملاحظة موجودة بالصف الرابع العلمي، إذا نفس هاي الملاحظة تصعد ويا الطالب وين؟ للصف الخامس والسادس. ملاحظاتنا موجودة وين؟ بالصف الرابع، وهاي الملاحظات موجودة أيضا بالصف السادس بعد أن نأخذ موضوع مرافق العدد والعامل المنسب بنفس القواعد. في موضوع معين نحتاج عامل منسب، في موضوع آخر نستخدم فكرة التحليل بدون عامل منسب. إذا هناك حالة أولى وحالة ثانية. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.